قراءة تاريخية للعلاقات السعودية المصرية خلال زيارة الملك سلمان الرسمية الأولى لمصر، وأيضا في هلا لهذا المساء استشهاد رجل الأمن في الدوادمي بعد تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول، و100,000 ريال الحد الأعلى لتمويل رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى فقراتنا التي اعتدتم عليها في هلا. مشاهدينا الكرام يا هلا فيكم وين ما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الحدث الكبير حيث سنسلط الضوء على الزيارة التاريخية المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله إلى جمهورية مصر، واللي تحمل بالتأكيد في طياتها العديد من الرسائل والمضامين لأكبر دولتين في الوطن العربي والإسلامي. هذه الزيارة تأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي يولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر حكومة وشعب، وحرصه حفظه الله على تعزيز التعاون المستمر ما بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات. في أهلا سيكون هناك إن شاء الله تغطية خاصة من مصر لهذا الحدث وأصداءه، وأتحول الآن إلى القاهرة من قلب الحدث مع الزميل علي العلياني وضيوف الكرام. إليك يا علي. القاهرة من قلب الحدث مع الزميل علي العلياني وضيوف الكرام. إليك يا علي. شكرا خالد، أمسيك بالخير وكل مشاهدينا في المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي وفي العالم أجمع. طبعا اليوم نحن في مصر في تغطية خاصة لزيارة الملك سلمان التاريخية، واللي يعني راح تمتد لأيام إن شاء الله. احنا راح نكون مواكبين للحدث اليوم وغدا وحتى يوم الجمعة المقبل. سنشترك أيضا مع قنوات أخرى في بث مشترك، مبادرة من روتانا لتغطية هذا الحدث الكبير اللي يوصف هنا بالأوساط المصرية السياسية والاقتصادية بأن هذه الزيارة زيارة غير عادية، هي زيارة تاريخية تحمل في طياتها كثير من الأفعال والأحلام في نفس الوقت، وأيضا فيها يعني اتفاقات كثيرة، ربما على رأسها اتفاقات اقتصادية، وربما يكون هناك أيضا مفاجآت سياسية ترسخ يعني مضمون العلاقة بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بتنسيق القرارات السياسية الخارجية في الملفات المشتركة بين البلدين. راح يكون معنا ضيوف كثر من بكرة طبعا واليوم. بكرة راح يكون ستشارك التقديم مع زميلي الدكتور أحمد العارفج كما هو عاد كل أربعاء، وأيضا زميلنا الدكتور محمد العقبي اللي هو مقدم برنامج من الآخر على روتانا مصرية، إضافة إلى عدد كبير من الضيوف على كافة المستويات السياسي والاقتصادي والفني من البلدين من الطرفين سعوديين ومصريين، حديث عن مصر والسعودية مختلف بعون الله. قبل البداية وقبل أن أستقبل ضيوفي نتابع هذا التقرير ونعود لكم بعد قليل. أوراق التاريخ الشاهدة الأكثر صدقا في سجل العلاقات الدولية بين البلدان والدول. يا رفيع الدمي من آل سعود يومنا أجمل أيام اليوم. We'll be right back.
بنا صفحاته إلى عام 1946 للميلاد. ترس المحروسة، اليخت الملكي الشهير إلى السويس قادمة من ميناء جدة، على متنها جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن مؤسس الدولة السعودية الثالثة والرمز العربي البارز في الوطن الكبير، في استقباله الملك فاروق الأول بعد 10 سنوات من توليه مقاليد الحكم وعشرين عاما من توحيد الملك عبد العزيز للبلاد. زيارة هي الأولى لجلالة المؤسس خارج حدود الخليج العربي، وكان الملك فاروق قد زار المملكة قبلها بعام، لتشكل تلك الزيارتين العقدة الأولى لأوثق عرى العلاقات بين البلدين الشقيقين. وبعدها ب8 أعوام زار جلالة الملك سعود بن عبد العزيز مصر في زيارة تاريخية استقبل فيها استقبالا مهيبا على جميع الأصعدة، لتفتح الزيارة أبواب التعاون بين البلدين على مصراعيها، ويزورها بعد ذلك 3 زيارات، إلى أن زيارته عام 1956 تبعها وفي 27 أغسطس لذات العام دعم سعودي بمبلغ 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي المصري. في عهد الملك فيصل شهدت مصر زيارات رسمية لجلالته 8 مرات، بدءا من 8 سبتمبر لعام 1965 الملك فيصل يزور مصر في أول زيارة له بعد توقيع اتفاقية جدة، لكن الزيارة التاريخية له لمصر عام 1974 وفي 30 يونيو كانت الأضخم والأزخم في استقبال شعبي كبير في زيارة تاريخية. وفي ذات الزيارة تبرع جلالته بمبلغ 1 مليار دولار لمصر، وقدم قرضا بمبلغ 500 مليون دولار. وتعتبر زيارة جلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود إلى جمهورية مصر العربية الزيارة الأولى له بعد توليه مقاليد الحكم، والتي دامت 4 أيام، ليفتتح الملك خالد بمعية الرئيس المصري أنور السادات مدينة الملك فيصل في 19 تموز لعام 1975، وتبعها بعد ذلك زيارتان لجلالته. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز زار مصر رحمه الله 3 مرات بدءا من عام 1989 وحتى عام 94. وفي فترة الثمانينات والتسعينات تلك وبداية الألفية شهدت العلاقة الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية نموا مضطردا، فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية بقيمة تجاوزت أكثر من 71 مليار جنيه. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله زار مصر في 9 أبريل لعام 2008، وزيارة أخرى كانت في 30 يونيو في ذات العام، والذي بلغ حجم التجارة البينية فيه بين مصر والسعودية 7.4 مليار دولار. في 22 مايو لعام 2011 قدمت حزمة مساعدات تبلغ 4 مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها إلى مصر، تتضمن وديعة في البنك المركزي المصري ب1 مليار دولار وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار. وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد، وكانت مصر قد طلبت من جهات مانحة وصندوق النقد الدولي مساعدات تقدر ب10 مليارات إلى 12 مليار دولار لتمويل العجز في السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو عام 2011. في مايو 2012 تعهدت السعودية بتقديم 2.7 مليار دولار لدعم الأوضاع المالية المتدهورة. وفي ذات العام قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من 2012 بنسبة زيادة سجلت 50% مقارنة بالفترة نفسها من 2011، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.21 مليار دولار في مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011. وخلال ذات الربع بلغت واردات مصر من السعودية نحو 682 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي صادرات مصر إلى السعودية نحو 528 مليون دولار. في أغسطس 2013 أعلنت السعودية أنها ستقدم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار. اليوم وبعد 70 عاما من زيارة جلالة المؤسس المغفور له، يزور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ملك الحزم والعزم مصر بعد 7 عقود توشحت بالتفاهم السياسي في جلها، وانعكس ذلك على قوة اقتصادية متينة
سبع عقود هن ألماسات التاج العربي لعلاقات بين دولتين هن الأكبر والأكثر تأثيراً على الوطن العربي الكبير. لبرنامج هلا مصعب المرضي. شكرا زميلي مصعب المرضي على هذا التقرير. للنقاش يسرني أن يكون معي في الاستوديو هنا في قاهرة المعز الدكتورة بسنت فهمي وهي عضو مجلس النواب المصري والخبيرة الاقتصادية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. أيضا يشرفني نستقبل الزميل والصديق الأستاذ عبد الرحمن الطريري وهو الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك. طبعا السيدات اولا وبما ان كمان في مصر واحنا ضيوف على لازم نبدا مع لا انت صحبيت الله يسلمك. اول شيء شكرا لحضورك دكتوره بسنت. الف شكر. ماذا تعني هذه الزياره للمصريين ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن بشكل عام ومن ضمن الملفات الملف الاقتصادي؟ طبعا حضرتك عارف العالم بيتغير وانا دايما لما ببص على الاقتصاد احب ابص على الكره الارضيه كلها. نعم. فما بالك بالمنطقه اللي احنا عايشين فيها. العصر اللي احنا فيه ده واللي احنا داخلين عليه ده عصر التعاون الدولي، ولذلك لما بقول لحضرتك انا بتكلم على الاقتصاد عامة دول كلها لازم تتعاون، وانا دايما بكرر كلمة عفوا انا يعني العالم لازم يلاقي معادلة اقتصادية جديدة للتعاون بين دول العالم. بمعنى ان كل النظم الاقتصادية اللي كانت ماشية قبل ذلك مش هتستمر. لانه التكنولوجيا والمعلومات رفعت الحدود، حتى من وجهة نظري الشخصية قريب قوي مفهوم السيادة هيتغير. ما بقاش في حد قادر يتحكم في أرضه، تكنولوجيا. فما بالك وانت في كتلة من أغنى كتل العالم، منطقة دي ثرية ثراء فظيع، والدول الكبيرة فيها زي المملكة العربية السعودية ومصر وغيرها يملكوا ثروات طائلة لكن لا تكنولوجيا ولا عفوا علم. والعالم وصل الى مرحله من الرقي انه زي ما قالوا في مؤتمر ديفوس الاخير ان هيبقى في حاجه اسمها ثوره صناعيه رابعه كبرى كمان هتطلع في اوروبا وفي امريكا وفي العالم المتحضر كل سنه من اول 2020 5 مليون عاطل. ده رقم فلكي طبعا. هيقعدوا فين دول؟ هيقعدوا على القهاوي برا؟ لا، لازم يجوا يشتغلوا في المنطقة السرية الغنية دي، الشرق الأوسط وأفريقيا. طيب الشرق الأوسط وأفريقيا في دول كبيرة زي المملكة ومصر وفي دول صغيرة عندها ثروات صحيحة بس صغيرة. ولذلك الزيارة دي جاية في وقت من أهم ما يمكن لرسم العلاقة الاقتصادية من وجهة نظري المتواضع الجديدة، إن لازم يكون في بين دول المنطقة تعاون على كافة المستويات، وإلا من 2020 هنصبح إحنا عندنا لفظ يقال في مصر لقمة طرية. ما ينفعش كلنا هنتعاون مع العالم. نعم. كلنا عاوزين يبقى لنا علاقات دولية، بس الأول نقوي نفسنا إقليميا عشان الثروات اللي موجودة عندنا. طيب. مع التعاون الدولي يعود بالفايدة علينا وعليهم. نعم. هو دكتور أيضا راح نرجع نتكلم في التحديات اللي ممكن تعيق مثل هذه الاتفاقيات، ولكن أيضا ودي أعرف برأيك عبد الرحمن من الناحية السياسية ماذا تعني سياسيا في هذا التوقيت هذه الزيارة؟ يعني أعتقد أنه في تحديات كبيرة للعالم العربي عامة، وإذا لم تتحد السعودية ومصر بهذا الدور اللي ليس فيه منافسة ولكن فيه مشاركة أمام مشاريع عديدة موجودة. اولا يعني لن نتكلم في الشان الاقتصادي الدكتوره في تحديات النفط، لا وفي تحديات ايضا اللاجئين، ولكن في تحديات مشروعات التقسيم الموجوده، الارهاب الموجود، نرى كيف يقوم داعش بتفتيت سوريا والعراق، هناك تحديات امنيه كبيره لجمهوريه مصر العربيه سواء من الحدود الليبيه، والاخبار متواتره انه قيادات داعش بدات تنتقل الى ليبيا مع طبعا الثراء المالي الموجود، الحدود المتاخمه لمالي، وخشيه حتى الاوروبيين من يكون هذا بؤره لتصدير الارهاب.
هناك طبعا التحديات الموجودة في سيناء، وهنا أيضا نرى أنه مشاريع التنمية والرؤية المشتركة السعودية المصرية، يعني مثلا من المشاريع التي اتفقت عليها السعودية ومصر هو تأسيس جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء، لأنه في إدراك أيضا أنه هذه المنطقة في سبيل المثال من أسباب الرئيسية أنه بقيت بؤرة إرهاب، ليس فقط أنها متاخمة لغزة ولا الأنفاق، ولكن أيضا ضعف التنمية اللي كانت موجودة. أنا أعتقد أنه فيه تحديات عسكرية أيضا أوجدها التغير في المزاج العالمي، خروج ربما الاهتمام الأمريكي من المنطقة، وبالتالي ارتأت القيادتين في السعودية وفي مصر وفي باقي أيضا دول الخليج أنه إذا لم تشكل قوة عسكرية رادعة تحمي حدودها، لأنه هذا الأمن القومي، ما يحدث اليوم في اليمن لو تعدى ضرره إلى السعودية سيتعدى ضرره إلى الأردن، ما يحدث اليوم في ليبيا لو تعدى ضرره إلى مصر سيصل السودان. من الخطأ أن يظن أي بلد أنه بمنأى من هذا الخطر، ولهذا كان التحدي الكبير عبر قيادة عاصفة الحزم في اليمن ثم إعادة الأمل، المقترح الذي خرج في شرم الشيخ، وهي بالمناسبة القمة العربية في شرم الشيخ كانت أول زيارة للملك سلمان بعد توليه مقاليد الحكم، والمشاورات حول قوة عربية مشتركة. أيضا شهدنا مؤخرا تمرينات رعد الشمال والتي سبقها إعلان التحالف الإسلامي والاستراتيجيات التي عملت عليها من حروب العصابات، لأنه رأينا أنه فيه تلكؤ من التحالف الدولي، ربما يسعون فقط عبر الضربة الجوية. هناك أيضا المتغير الروسي في المنطقة، هناك بعض الاختلافات في الملفات هذا وارد، ولكن هناك تفاهم كبير لأن الدولتين كبار، مش من المطلوب أن يكون في تطابق كامل في الرؤى، لكن هناك تنسيق وفي تشاور تام على مستقبل سوريا، على اليمن، على كل التحديات الإقليمية. نعم دكتورة، برجع أيضا الملف الاقتصادي والتحديات، تحديات الاتفاقيات، تعرفين في لعبة الاقتصاد ولعبة السياسة دائما إذا أردت أن تقدم أوراق لابد أن تأخذ أوراق. ماذا لدى مصر؟ ماذا لدى السعودية يعزز التحالف الاقتصادي؟ ما هي المعوقات اللي ممكن تعترض هذا الأمر؟ أنا طبعا بتفق أن موضوع الأمن مهم، مش عايز أقول من أهم الموضوعات الحقيقة، وأنا كما تيجي تصرف على الأمن أنت عايز اقتصاد قوي. يعني احنا ما بنقول نكافح ارهاب نكافح تطرفنا حروب في المنطقة، دي مش ببلاش، دي بفلوس، فدي عايزة اقتصاديات قوية اولا. ولذلك التعاون على المستوى الاقتصادي لا بديل عنه. طيب ماذا لدى مصر؟ لا مصر لديها، احنا بلد بقالنا فوق 60 سنة اقتصادنا مدار بطريقة لم تعد تناسب العصر، بالرغم ان هناك ثروات طائلة موجودة، سواء كانت ثروات طبيعية، سواء كانت إمكانيات للنمو، سواء كانت علاقاتنا بأوروبا، علاقاتنا بالمنطقة العربية بأفريقيا. مصر طول عمرها مدخل أفريقيا، يعني أنا دايما أقول لما الناس تيجي تستثمر في مصر مش بتبص على مصر، لا بتبص على مدخل لأفريقيا، وبتبص كمان على علاقات واتفاقيات دولية مع الاتحاد الأوروبي بتسهل دخول السوق الأوروبية، كمان هناك اتفاقيات مع المنطقة العربية. فإذا كان إحنا عندنا بعض المشاكل، وأنا الحقيقة عندي مشاكل كمان على نفس درجة الخطورة الأمنية إذا جاز لي التعبير، أنا بقول الإهمال عندنا أخطر من الإرهاب. فإحنا عندنا طبعا نظم وتشريعات لازم تتغير، وده اللي إحنا بنأمل إن شاء الله في البرلمان الجديد. عندنا سياسة نقدية عايزة شوية تثبيت، سياسة المالية، يعني هناك نواحي يجب العمل عليها، لكن الشيء المطمئن إنها أصبحت فوق الطاولة. يعني زمان كان في سياسة كده الإنكار، تقول له في المشكلة الفلانية يقول لك لا 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 كله تمام. لا، النظام الجديد حاطط كل المشاكل على الطاولة وكلنا قاعدين بنشتغل عليها. دي مشاكل لكن تتحل. عندنا مشكلة كبيرة في الاحتياطي النقدي لا جدال، لكن كلنا بنشتغل عليها. لكن هل عندنا فرص استثمار؟ طبعا طبعا، مفيش حاجة مستثمر. وتعتقدين البيئة آمنة من طبعا. ناحية أنظمة، من ناحية أمنية أيضا؟ شوف حضرتك، أمن عايز فلوس. أنا أعتقد، مش عشان أنا مصرية، إن إحنا نسبيا أكثر استقرارا وأمنا من بلاد كتيرة في العالم، مش بس حتى في المنطقة. وإحنا مصممين إن إحنا نستمر في هذا الطريق، وأنا بتفائل لأني دايما لما أحب أقيم بلدي أحب أشوف الناس بتشوفني إزاي، أشوف مثلا علاقتي بالولايات المتحدة الأمريكية رايحة في أي اتجاه، علاقتنا بالاتحاد الأوروبي المشاكل موجودة بتتحل ولا بتتحلش، علاقتنا بالمنطقة العربية، علاقتنا بالشرق بالغرب. يعني أنا شايفة أن مصر في الفترة الجاية إن شاء الله إذا استقر الأمن، وإن شاء الله هيستقر لأنه أفضل بكتير من الفترة اللي فاتت، كلنا شاعرين كمصريين. يعني أنا ساعات أقارن أقول أيوة إحنا في مشاكل، لكن لا تقارن ما بين المشاكل اللي عدينا فيها من 67 ل 73، لا مجال للمقارنة.
واخد بالك؟ وقامت وقدرنا نعمل مشروعات. انا متفائله قوي بمنطقه المحور قناه السويس، لان المحور الحقيقه مثلا خدنا دوله زي الصين، احنا ادينا للصين ارض في المحور. انا بقول دي هديه كان لازم الصين يعني تقدر قيمتها، مش ان احنا نغريها تيجي، لان انت خدت دوله في اقصى الكره الارضيه وجيت حطيتها في وسطينا. تدخل مصر بقى، تدخل افريقيا، تدخل المنطقه العربيه، اسهل بكتير انها تصنع هنا عما انها تصنع وتشحن وتامين والدوشه اللي حضرتك شايفها دي. برضو عندنا في سيناء وفي المنطقه في مصر بشكل عام ثروات طبيعيه كتيره قوي، اللي هي المعادن وعندنا ذهب وعندنا كافة الأنواع، يعني مجالات الاستثمار واسعة. هناك أيضا سياسة جديدة أنا متفائلة بها إن شاء الله، وهي أنه عندنا شركات قطاع أعمال عام كثيرة جدا. إن شاء الله حنتجه إلى الطرح العام. بس أرجع للإنسان المصري، يعني ثقافة الإحباط. يعني أنت تحدثت عن المحور وعن القناة، في تشكيك كثير في هذا المشروع. لا مش تشكيك، هي في ناس حضرتك ما فيش شك، احنا دولة 90 مليون. التسعين مليون مش على قلب رجل واحد. في واحد تيجي تقول له عملت قناة السويس الأول، ليه ما نعمل ده الأول؟ ما نعمل ده الأول؟ ما كل واحد له وجهة نظر. أنا وجهة نظري البنية التحتية الأول ومن ضمنها قناة السويس. دي وجهة نظر. أنا شايفة كده كست بتاعت اقتصاد، ما تقوليش هطلع بالعمارة وأنا ما رميتش الأساس. احنا عندنا مشاكل في الطرق، قوات مسلحة بتشتغل عليها كويس قوي. عندنا مشاكل في السكة الحديد برضو بنشتغل عليها. عندنا مشاكل، موضوع قناة السويس كان مهم جدا لأن المحور ده نقطة جذب هائلة. أنا بقول لحضرتك زي ما أخد دولة اللي قاعدة في آخر الكرة الأرضية كده وقلت تعالي اقعدي في وسط العالم، ما هي ببلاش. المحور ده جاذب جدا. طب هي جاية عشان إيه؟ هي جاية عشان إطلاقا، هي جاية عشان المنطقة بدل ما تشحن. ففي نقاط جذب كثيرة، لكن في أولويات. يعني مثلا في ناس تقول ليه القاهرة الجديدة دلوقتي، ليه العاصمة الجديدة ما نعمل كذا؟ لا أنا بتفق إن العاصمة الأول، لأن القاهرة لازم تفضى. القاهرة ممكن تبقى متحف مفتوح لو تدبت كويس، ممكن تبقى نقطة جذب للسياحة 365 يوم في السنة. يعني كل واحد له وجهة نظر. أنا شايفة برضو إن إحنا عندنا شركات قطاع أعمال عام كتيرة جدا نقدر نطرحها طرح عام، ده يحسن الشركات ويحرك البورصة. عندي بنوك عامة كمان ممكن أطرح منها جزء طرح عام. عندي بنوك ملك البنك المركزي. يعني دي وجهات نظر في الاقتصاد. إذا كان ميولك عفوا يعني يمينية ولا يسارية ولا في النص، لكن الاختلاف قائم. أنا كثير ببقى في المناقشات دي طول الوقت، ده أنا عامل ده قبل ده مثلا. أنا من وجهة نظري برضو عفوا، في أنا شايف العشوائيات أولوية. وتعهد السيد الرئيس انه هيخلص المشكله بالجيش 2017، دي تعمل استقرار اجتماعي. انا لما اجي ادعو مستثمرين ما اقدرش اغفل اني ما عنديش استقرار اجتماعي، وبسبب عدم وجود الاستقرار الاجتماعي قامت ثورتين. فلما اشتغل الاستقرار الاجتماعي ده من وجهه نظري بيريح مناخ الاستثمار. طيب احنا مكملين بس استاذنكم في فاصل اول ونعود مع ضيوفنا في هذه التغطيه الخاصه من مصر العظيمة بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا مكملين في تغطيتنا الخاصه في برنامج اهلا من القاهره. ضيوفنا الاعزاء مكملين معهم الدكتوره بسنت فهمي عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي. اهلا وسهلا بك دكتوره. اهلا بك يا فندم. اهلا. وايضا الاستاذ عبد الرحمن الطريري وهو الكاتب والمحلل السياسي. اهلا وسهلا بك. ذكرت عبد الرحمن في البدايه ان ليس بالضروره ان تكون مواقف البلدين متطابقه، ولكن هناك تنسيق. كيف ممكن هذه الزيارة تؤثر على الملفات الإقليمية؟ إذا تحدثنا مثلا عن الملف السوري، إذا تحدثنا العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذا تخيلنا الرئاسة المقبلة. يعني طبعا في زيارة للرئيس أوباما في أبريل لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي. أعتقد أنه عبر التنسيق السعودي المصري المشترك تغيرت رؤية كثير من الدول الغربية، ونذكر الزيارة الشهيرة للأمير سعود الفيصل رحمة الله عليه إلى باريس، لما كان العالم يحاول أن يضغط على مصر أكثر وينكر أنه 30/6 هي ثورة قام فيها الشعب، لكن السعودية أكدت عبر التاريخ أنها دائما تقف مع إرادة الشعب. هذا الموقف اللي حصل في 30/6 هو اللي حصل في 52. المملكة استجابت رغم صداقتها مع الملك فاروق إلى
إرادة الشعب المصري وحركة الضباط الأحرار، رغم أنها تكفلت تكفل الملك سعود رحمة الله عليه بمصاريف الملك فاروق رحمة الله عليه في إيطاليا. أنا أعتقد أنه فيه تنسيق طبعا، لأنه فيه رؤية ربما فيها بعض من التباين، خصوصا حول الملف السوري. الدخول الروسي ثم الخروج ربما زاد بعض التعقيد، لكن أعطى بادرة أمل إلى أنه ممكن يكون فيها حل. أعتقد أن السعودية عندها رأي واضح في أنه بشار الأسد لابد أن لا يكون جزء من مستقبل سوريا. هناك بعض التنسيق حول بقاء المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية وكل من لم تتلطخ أيديهم بالدماء في سوريا. أعتقد أن فيه رؤية مشتركة شبه متطابقة فيما يخص اليمن، التي أشار لها محمد بن سلمان في حوار الأخير في بلومبرغ أنها يعني في سبيلها الانتهاء مشيئة الله، وأنه في وفد من الحوثيين في الرياض. أعتقد أنه التنسيق السعودي المصري في المسائل الأمنية وخصوصا فيما يخص التحدي الإرهاب، ذكر أنه صار في تواصل بين العناصر الإرهابية الموجودة في سيناء وبعضها بايع داعش، فبالتالي هناك تحديات. نعرف أن السعودية ومصر تعرضوا لأكثر من عملية إرهابية، لأنه الإرهاب يدعي أنه يمثل الإسلام، هو يهاجم أكبر دولتين في الإسلام، الدولة التي فيها الحرمين الشريفين والدولة التي تحتضن الأزهر. أعتقد أن السعودية دائما ما تقدمه أكبر، هي أكبر من أن تقدم فقط دعم اقتصادي، ومصر أكبر من أن تكون ما تحتاجه فقط هو الدعم الاقتصادي. نذكر رمزية ما قام به الملك سلمان بعد تفجير الطائرة الروسية في شرم الشيخ، وعبر إصراره أن تستمر رحلات إلى هناك. نعم دكتورة، تحدثتي عن يفترض أن يكون هناك قالب جديد في العمل الاقتصادي والسياسي للمنطقة بشكل عام. تحدثتي أيضا عن أنه يمكن بعضها على الهواء وبعضها تحت الهواء فيما يتعلق بأنه مصر تستطيع يعني بسهولة بتغييرات بسيطة صحيح في الأنظمة الاقتصادية أن يكون الوضع يعني أفضل. هل فعلا في مؤشرات تدل أنه فيه تغييرات اقتصادية تفيد مصر وتفيد من يريد أن يستثمر في مصر؟ تمام، دي نقطة مهمة أوي اللي حضرتك ذكرتها. لو بصينا على بيان الحكومة، ما فيش شك ان احنا وضعنا الاقتصادي صعب، بس مش معناه ما يتحلش. لكن هناك بعض المؤشرات اللي انا شخصيا تطمأنت لها شوي. في ناس كتيرة جدا بتستغرب ليه قوات المسلحة بتشتغل جوه البلد، لان ما عندناش وقت. ولذلك النشاط اللي قامت بيه القوات المسلحة من اول 2011 لغاية النهاردة، لولا اقتصاد القوات المسلحة كانت مصر دي واجهت مشاكل لا حصر لها. ولذلك الله يرحمه ست المشير أبو غزالة، أنا بتذكر هو أول من بدأ هذه الفكرة، وحتى لما ناقشته أنا ذاك كنت أنا بشتغل في بنك أمريكي، وبعدين بسأله أنا بيقولوا هناك إن الجيش بيعمله، قال لي أيوه. قلت له إزاي؟ قال لي الجيش لو ما كانش عنده استقلال ذاتي اقتصادي قوي ما يقدرش يستمر، قال لي حتى الولايات المتحدة الأمريكية. قلت له الإنتاج، قال لي بينتجوا من البيبسي للجيوش كده. المهم ابتدى هذا الكلام أيام المشير الله يرحمه واستمر، وكان دايما يعمل لنا مشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن ده كان من الأسباب اللي السيد المشير طار يسيبه. لكن استمر الجيش في اقتصاده، ولولا هذا الاقتصاد وإلى يومنا هذا ما كناش قدرنا نقف على رجلينا. ولولا الاقتصاد غير الرسمي كمان، يعني احنا عندنا اقتصاد غير رسمي كبير قوي برضو، ده ساعد ان احنا نعدي المرحلة. فلما انا اجي اقول انا عندي ايه اقدمه، لا انا عندي مصريين بيشتغلوا مش ما بيشتغلوش، لكن نحن في ازمة اقتصادية. طيب احنا ماشيين على الطريق الصحيح من وجهة نظري؟ نعم، احنا محتاجين مشروعات قومية ضخمة وعلى التوازي مشروعات متناهية الصغر وصغيرة. فاحنا خصصنا 200 مليار جنيه على الخمس سنين القادمة علشان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. وفي نفس الوقت بنشتغل على المشروعات الضخمة اللي هي بنية تحتية، احنا قعدنا سنين طويلة قوي ما عندناش بنية تحتية. دكتورة انت يعني اكيد في الاقتصاد ضليعة وعندها خبرة طويلة، لكن وجود الجيش المصري كقوة اقتصادية ما يأثر على الشكل الاقتصادي المصري يعني، او يشوه بمعنى لا تعلمين هل هو اقتصادي اشتراكي رأسمالي يعني؟ مش وقت الرفاهية دي. النهاردة أسند البلد، أحمي بلدي. لو أنا حقف بقى هو ده اسمه اقتصاد إيه؟ لا وقف الجيش ما يشتغلش، أمال نعمل إيه يعني؟ ناكل إزاي؟ طب أنت مع أنه يستمر لفترة ما ولا يستمر توازي؟ يستمر على طول. أنا من أكتر الناس اللي هذا الموضوع شايفاه أمان. ليه بقى حضرتك؟ أنت عندك النهاردة جوه البلد أزمة اقتصادية. نعم برضو اللي ساند
المؤسسة العسكرية بجمعياتها بمصانعها، وعلى فكرة الداخلية ابتدت هي كمان، لأن اتضح أن هذا النظام لا يسعى إلى الربح، لكن ده نوع من الأمن القومي برضو. أنت عاوز البلد تستقر، أنا بكرة لو بلدي مش مستقرة اقتصاديا الناس هتجري في الشارع، بجيش يعمل إيه؟ حارب بقى ولا ينزل يلم الناس ولا نعمل إيه؟ فأنا شخصيا شايفة ده لازم يستمر. وفعلا الجيوش الكبيرة في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية عندها هذا النظام، برغم أنهم بينتقدون، لكن في الوقت ده أنا محتاجة أمشي بسرعة شوية في المشروعات بنية تحتية وبدون ربح، يعني محتاجة أجيب مؤسسة تشتغل بسرعة بجدية وما تبقاش زي القطاع الخاص بيركز على، وده حق القطاع الخاص، بس تخلص لي البنية التحتية، تخلص لي مجموعة من المدن الجديدة. احنا عاوزين نعمل 20 مدينة جديدة، ده رقم مش قليل حضرتك، عاوزين نزرع 1.5 مليون فدان، وهي 1.5 مليون هيتزرعوا والناس هتسكن فين؟ فعاوزين مدن، وعشان تعمل المدن هتعمل صناعة تقوم على الزراعة دي. ده موضوعات كبيرة مش هيقوم بيها ابدا القطاع الخاص. طيب تقوم بيها الدولة؟ ما عندناش فلوس. يعني بصيت على الموازنة، انا موازنتي 80% وجور ومهايا ودعم، واخد بال حضرتك، وخدمة الدين، فاضل لي 20% عن بيهم ايه؟ وزي تقوم بهذا الدور. نعم. كلام مهم الحقيقة، وإحنا في الأيام الجاية بنحاول إحنا نغطي طبعاً، بس حاب أذكر إنه غدا راح يكون معنا ضيوف مصريين وسعوديين، وبعضهم مسؤول عن ملفات اقتصادية واضحة في العلاقة بين البلدين في المجالس التنسيقية. فبكرة أيضاً مكملين إحنا المشوار، ومصر تستحق منا ذلك. تستحق من المملكة العربية السعودية ومن العالم الاهتمام، وتستحق أيضا أن نأتي إليها ونغطي، وأيضا محبة الملك سلمان لهذا البلد العظيم وتاريخه محبة كبيرة، فنحن مواكبين لهذه الزيارة التاريخية. عبد الرحمن، أنا بسأل سؤال أخير، هل تتوقع أن تنعكس هذه الزيارة على العلاقات المصرية التركية كنوع من المصالحة، كنوع من التنسيق، كنوع؟ أنا أعتقد أن علاقات سعودية مصرية تركية في المنطقة هي الأمان ضد التحدي الكبير الموجود، خصوصا من إيران اللي أذرعها يعني في كل العالم العربي، التشيع من الدول في غرب أفريقيا إلى خلية حزب الله 2010 في مصر إلى كل مكان. لكن لا أعتقد أنه هذا الموضوع موجود على أجندة هذا اللقاء. في سعي دائما من السعودية إلى ترميم العلاقات، قام بمبادرات الملك عبد الرحمن طلال 2009، الملك سلمان أيضا يسعى إلى ترميم البيت الخليجي منذ بدايته، كان في سعي إلى ترميم العلاقات القطرية المصرية التركية المصرية، ولكن يبدو أنه فيه بعض التعنت بين مصر وتركيا، يعني لم يسمح إلى الآن يعني نافذ الضوء. نعم. أنا عموما أشكركم شكر عميق. ألف شكر يا فندم. أنا المتشكرة. شكرا دكتورة بسنت على حضورك معنا. ألف شكر، ربنا يخليك. يعني ممتنين لذلك، وإن شاء الله هذه الزيارة تنعكس إيجابا على البلدين. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن الطريري. إحنا تغطيتنا من هنا من مصر انتهت حتى هذه اللحظة، سنذهب إلى فاصل ويكمل زميلي خالد من الرياض معكم. غدا سنكون في تغطية طويلة ومطولة عبر أكثر من قناة، راح يكون غدا يا هلا من الآخر، بمعنى دمج يا هلا ومن الآخر على مصرية، وربما أيضا يكون معنا قنوات أخرى وزملائنا، زملاء كثر من كل مكان وفي يعني كافة التخصصات. يلقاكم خالد بعد الفاصل، أنا ألقاكم غدا في أمان الله.